المشهد الأول تيك 310 أكشن. مستقبلك بإيدك، لا تتركي للصدفة. لا لا مش هيك مش هيك. هاي السنة للشباب 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 يا رجل للشباب للشباب. سن الترشح نزل من 30 ل 25 ل 25 25 انهي حوالي 45% من الناخبين تحت سن ال 35. يعني بنقدر نختار مرشحين من خلال الدوائر الانتخابية المحلية ونصوت لقائمة حزبية في الدائرة العامة كمان. في القائمة الحزبية العامة لازم تكون المرأة ضمن أول ثلاث أسماء. ثلاث أول أسماء. أول ثلاث أسماء وثاني ثلاث أسماء كمان. خلاص خلاص اللي بعده. والشباب ضمن أول خمسة. والشباب. الشباب. خمسة. خمسة. انفركش. يا جماعة إيش فيه؟ ليش مصعب هالقد؟ الموضوع كتير بسيط. إذا بدنا نغير لازم نختار نواب يدافعوا عنا. ويطلعوا بتشريعات تحمينا. ويدافع عن حقوقنا كلنا. علشان هيك لازم كلنا نشارك ونصوت. بس هي هاي أكشن. الهيئة المستقلة للانتخاب.